مشاهدي لو 360 مرحبا بكم من وراء مطار الرباط سلا اللي غادي يوصل له الفريق الوطني بعد قليل الى العاصمه لاستقبال كبير من طرف المواطنين. اذا حنا غنعرفوا اليوم شنو هي المحطات الاولى غادي يقطعها الفريق الوطني انطلاقا من المطار الى القصر الملكي. بقاو معنا تشوفوا هذه المراحل اللي غادي يمر منها. تتواجدوا في بداية مدينة سلا، إذا بعد محطة مطار الرباط سلا الموكب سيمر من هنا وسيقطع مدينة سلا أي شوارع مدينة سلا قبل أن يلتقي بالقنطرة مولاي الحسن. إذا بعد خروج من مدينة سلا والموكب سيدخل إلى شارع الحسن الثاني، هذا من أكبر شوارع مدينة الرباط قبل اللجوء إلى شارع محمد الخامس وأمام البرلمان ليخوض المحطة الأخيرة وهو الدخول إلى القصر الملكي. صورتيها لي؟ اه